تعلم خلاص خلوني ما باكل سمبوسه ولا باكل شاي. الشيله طلع عن حد زاد عن حقه. بدي يعالج. خير انا بالنسبه لي شفت القماش الكوري ما شاء الله تبارك الله جودته مقاربه جدا للقماش الياباني، بس نبي نعرف ايش سعر الكوري اللي قلت لي انت مسوين عرض بطل جدا. سعر الكوري قطعتين نفس النظام، واقف ونص واقف، اللون الابيض. يبا عدل وجهك، عفست الرجال ويا متحمس والله تعب. يختار الوقفه يختار اللون حلو، وبرضه سعرها 199 شامل الضريبه والتوصيل، واصل لحد الباب. بيض الله وجهكم يا بلاش. وتختار التفصيل اللي تبيه، تختار الوقفه اللي تبيها. اي لان انت قلت ضريب التفصيل. لا التوصيل، التوصيل. ودى يا سامي هناك، ودى ما يعرف يشارك معنا. لا نقطع. 199 شامل الضريبة والتوصيل. والتوصيل قطعتين كوري جودة عالية جمال يا بلاش والله. يكفي انهم من التميمي. ايش قلت لي انه ضد السوائل؟ هذا هو القماش؟ عندنا خامة يتميز فيها التميمي ياباني. شوف معي هذه الخامة معالجة بتقنية النانو لمدة 7 غسلات. حلو تمام. يرجع لك الثوب ياباني مثل الياباني اللي نبيعه في الموقع واقف. حلو تمام. سعره 199 ريال شامل الضريبة. حلو. أي سائل أصب عليه ما يمسك فيه؟ أي سائل. عطنا الشاي أبو معاذ. شاي انتبه. الشاي مريضي بالدمرة. خلنا نصب على ثوبك اشوف. لا لا ثوبي. خلنا نشوفه ضد السوايل ولا لا؟ خلنا نشوفه ضد السوايل. ما يتحمل قلنا له ثوبي ايش فيك؟ جايب شاي ذا والله من جد. هذا القماش. شوفوا يا جماعة الخير. بنصب عليه الشاي شوفوا كيف يمشي. ما شاء الله. تيجي يوم العيد. والله خطير. كاشخ. قاعد يمك واحد ملقوف. بيتقهوى. شوف اللون. العيد جلس يمك واحد ملقوف بيتقهوى صب قهوته عليك. ايوه واحد نرجع يتقش علي وواحد بس نفضناه. ايوه تنفض وكل السوائل اللي فيه تطلع. شفتوا يا جماعه الخير؟ ايه ايه هذا هو. انا بعد يا جماعه شاك في قماش سامي. دقيقه انا شاك على ما يروح. هل خلينا نشوف الفرج هناك كم قيمتها لي قطعه القماش؟ 199 شامل الضريبه. طيب واللي ما يبي قطع عنده عائلة عنده أطفال كثير يحتاج يفصل لهم ثياب، موجود على الموقع طاقة قماش كاملة؟ نعم موجود على الموقع طاقة من الكوري. حلو. طاقات كاملة. طاقات كاملة إلى 7 ثياب تفصل لك. والأسعار كيف؟ والأسعار 399 شامل الضريبة والتوصيل. 399 الطاقة. الطاقة 7 ثياب. 7 ثياب والله بلاش. أنا تفصل لي 7. والله بلاش. أنا 7. أنت إلى 6. تبي لك خيمه. شلون شلون؟ ابي لك خيمه توصلها. يلا يلا. بيتفاهموا وياه خلف الستار. اي والله. شو زعلك؟ شو زعلك من الحقيقه؟ انت مش اكمل على عمرك. ترى انا ملاحظ يا اخوي سامي ان يا اخوي زجران ان ذا سامي نيته مو طيب وجاي يبي ياخذ جاي يبي ياخذ محلك في المزرعه شوي شوي بالتدريج. لحقوا على سامي، لحقوا على سامي. شو اللي باقي عندك؟ هذا مرتضى، هذا يقول لك نفس هذا نفس ضد السوائل الواقف بس طايح. بس طايح اللي يرغبون. هذا بعد ضد السوائل بس طايح. هذا ثياب اللي نلبس والله راح بالطايف كذا ما شاء الله تبارك الله. كفو. تبي شيء حبيبي؟ شكرا لك. وشكرا للتميمي للأقمشة على الشغل الاحترافي والإعلان المرتب. اي والله بيض الله وجيهكم. أقمشة معروفة بجودتها العالية، وأنا أقول للمتابعين الكرام اللي ما جرب أقمشة التميمي جرب له ثوب بإذن الله تعالى راح ترجع لهم باذن الله. الله يسلمك. اخبارك زين؟ هذا العاده في كل اعلان. تبي كرتون؟ ايه هذا العاده في كل اعلان يتخبى وراي ينتظر. صب عليه مي ما يقول شيء. معهم بيض الله وجهك. وجهك ابيض.
اهم ميزه عندنا ما يتغير لون يا مرتضى، ذي صراحه اهم شيء. بيض الله وجيهكم، الله بيض الله وجيهكم.